الإنسان الآن إذا عطس شو مثلا نعم 人如果打气氛的时候 ماذا يقول 应该怎么说 يقول الحمد لله 应当说 أنت إذا سمعت هذا يقول الحمد لله ماذا تقول له؟ تقول له يرحمك الله. فهو ماذا يقول؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا تثاب لا يفتح فاه كذا لازم يقذن يدرع ما استطاع. نعم. 打哈的时候应该堵上点嘴，捂上嘴。要不允许这个。要一些遮挡，遮挡一下。穆斯林不允许骂街。不允许说丑陋的话。直以至和妹徒也不允许说。 فما بالنا مع المسلمين؟ 如何相互交往呢？ لا ينظر إلى عورات الناس يتتبع عوراتهم ينظر. 不允许这个故意的侦查别人. لا يتكلم في الناس فلان أعور فلان فقير فلان كذا. 不允许背谈别人. حتى وإن كان هذا فيه. 即使是真实的也不要说. المسلم إما أن يقول خير أو يسكت. 穆斯林应当说善言或者是沉默 يأتي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 穆斯林应当学习先知的礼节 يتجنب الأخلاق السيئة 要远离那些坏的礼节坏的品格 لا يكشف العورة 不要露出羞体 ولا يتتبع عورات الناس 不要看别人的隐私 ولا يتكلم في الناس 不要背谈别人 يمشي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. 走先知所走的正道. لا يكذب. 不说谎. يقول الصدق. 只说实言. لا يخون الأمان. 不这个背信弃义. لا يأتي المحرمات. 不去做违背安拉的事情. شرب الخمر. 不喝不饮酒. أكل الربا. 不吃利息. لا يمس مرعى الأجنبية ولا زنا ولا غيره. 不允许接触外女人，不允许发生奸淫. لا يسمع إلى المحرمات كالأغاني. 不要听音乐. ولا يحضر الأماكن التي فيها هذه الأشياء المحرمة. 不要去违背安拉做违背安拉事情的那些场所. نعم.